في محاكمة مبارك دفاع العدلي بيضم تحقيقات ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. قلت لكم الكلام ده، قلت لكم هيجي دفاع العدلي بيضم تحقيقات ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وسماع 7 لواءات في الداخلية والمخابرات والحرس الجمهوري، والأستاذ فريد الديب محامي المخلوع يطلب صور قضايا المجمع العلمي والإسرائيلي المتهم بإدخال الأسلحة للبلاد، والمدعون بالحق المدني يطالبون بفصل قضية الغاز. جلسة محاكمة مبارك النهاردة لم تكن هي جلسة استئناف للمحاكمة بعد توقفها شهور طويلة، ولكنها جلسة الكشف عما بعقل كل طرف، سواء من المدعين بالحق المدني ومحامو أسر الشهداء، وكذلك بعقل دفاع مبارك وحبيب العدلي، لأن كل الطلبات التي يقدمها كل طرف تعكس حقيقة تفكيره وخط سيره في المرحلة المقبلة من القضية. الجلسة شهدت الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، اللي طبعا زق الكاميرا زي كل مرة، بالإضافة إلى حبيب العدلي اللي دخل لابس النظارة الشمس ومتشيك، وزير الداخلية السابق، وستة من كبار مساعديه، والمتهمين جميعا في قضية قتل المتظاهرين، والعديد من المطالب اللي عرضها المحامون، منها مطالبة محامي العدلي بضم التحقيقات التي أجريت في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء إلى قضية قتل المتظاهرين. أستاذ مختار نوح بيهز رأسه تماما. كمان طلب إيه؟ استدعاء مدير المخابرات ونائب رئيس هيئة الأمن القومي وقائد الحرس الجمهوري. يعني المخلوع وهو جوه السجن أو خلف القضبان بيحاكمنا احنا، يعني ده بيحاكم البلد. يعني طب تعالوا بقى اثبتوا لي بقى انتوا كنتوا بتعملوا ايه، بقى انتوا كنتوا بتعملوا كذا وكذا، ده بيحاكم النظام وهو جوه، هو نسي ان هو كان النظام الفاسد. وطالب كمان قائد الحرس الجمهوري والسابق للادلاء بشهاداتهم في القضيه. والجلسه طبعا بدات في تمام الساعه 10 باسمات جميع المتهمين، وظهر مبارك على السرير المتحرك، وهند نافع كانت مربوطه بالكلبشات وهي في المحكمه المتظاهره اللي فتحوا لها دماغها، كانت مربوطه في المحكمه بالكلبشات ومنايمين على سرير وهي واخده غرز ومش عارف صباحها مكسور، ومبارك على سريره المتحرك، ووقف بجانبه جمال وعلاء، وابتدت المحكمة في سماع طلبات المدعين بالحق المدني اللي أكدوا أن القضية محالة ب 73 حالة وفاة و 358 حالة إصابة. لا ما مش أكتر من كده بكتير ولا إيه؟ أكتر بكتير. بقيت المتظاهرين الشهداء فين؟ ده ما أكتر من 375 و 73 حالة إزاي؟ الله، الناس ما بتروحش تدافع على نفسها ليه؟ المحكمة بالنسبة لي اتقلبت لسيرك، وبقت المسألة هي التاريخ الحافل العظيم للرئيس المخلوع حسني مبارك ولأعوانه، وتحديدا السيد وزير الداخلية اللي قال بيقدموا طلبات عشان يشوفوا قد ايه انجازاته العظيمه من ساعه ما مسك وزاره الداخليه في ضبط الجريمه وضبط المجتمع. ايوه، وبقينا في قصه الاراضي بتاعه شرم الشيخ. وانا رايي انه الموضوع، يعني انا مش عاوز اقول ده بقالي فتره طويله، احنا في مسرحيه كبيره. وللأسف هذه المسرحية الكبيرة ما يسمى بالأيادي الخفية، سواء بقى اللي ضربت الناس في محمد محمود أو عند مجلس الوزراء أو ولعت المجمع العلمي أو الكلام ده، أنا رأيي الأيادي الخفية دي أيضا بتلعب دورا كبيرا جدا جدا ومدروسا جدا جدا لعملية خروج آمن كامل لمبارك وأبنائه وأعوانه. والمحاكمة، هذه المحاكمة جزء من هذا
الخروج الآمن لمبارك. والطلبات اللي اتقدمت النهارده حضرتك طلبات يعني تدخلنا في متاهة الفار والبحث في أشياء غير مطروحة. احنا بنتكلم في حاجة محددة، جريمة قتل هذا النظام ويرأسه مبارك ووزير داخليته ومساعديه، قتلهم للثوار والمواطنين والشباب المصري. هنقعد بقى نلف وندور ونخش في متاهة التاريخ السي في بتاعت السيد حبيب العدلي وانجز ايه وما انجزش ايه، ونقعد نضطر نطلع له ملفات التعذيب والاختطاف والاعتقال والحبس، ونبقى في مباراة تافهة جدا حوالين مين اللي صح، محامين الدفاع ولا محامين المدعين بالحق المدني. الغريب انه طبعا المحكمة من حقها انها تقبل الاستجابة لأي طلبات او رفضها. المحكمة استجابت لكل الطلبات اللي فيها البحث في السي في بتاع العدلي ووزارة الداخلية من سنة 97 لغاية النهاردة. ايه علاقته ده بقتل المتظاهرين؟ بالظبط. وايه علاقة بقى كمان هو كان ملاك بجناحات يوم قتل المتظاهرين لما أصيب الثوار وتم إصابة الآلاف بالعهات، مش كان وزير داخلية؟ هم عايزين بقى بيشتغلوا على تكتيك من حقهم طبعا كدفاع، لكن بيشتغلوا على تكتيك انه شفتوا جرائم القتل والإصابات مستمرة بدليل ما حدث في مسبير ومجلس الوزراء ومحمد محمود، يبقى إذا مش مبارك لوحده اللي كان بيقتل، ده في غيره اللي كان بيقتل وإن في آدي خفية أخرى. هذه التكتيكات وهذه الملفات بصراحة هي لعبة متاهة الفار اللي عاوزين يدخلوا فيها الشعب المصري. مش هيدخلوا معاهم، هو هيخرج. نعم فندم. لا معلش، احنا بنتناقش هنا يعني في التكتيك اللي هم بيمارسوه، انه طالما ما زال هناك قتل وضرب للمتظاهرين، فيعني انه بالتالي فان المخلوع بريء. انت عارفه حضرتك المسلسلات الاجنبيه بتاعت الاكشن، اي اللي هو يبقى يقبضوا على واحد ويحطوه في السجن على انه قاتل، وبعدين يطلع بعد كده ان في عمليات قتل اخرى، فيقول لك الله ده مش هو. ايوه. وبالتالي طبعا هذا الكلام الفارغ اللي ما فيهوش اي مسؤوليه قانونيه ولا اي مسؤوليه ضمير تجاه الوطن وشباب الوطن اللي عيونهم راحت واللي ارواحهم راحت، يعني فعلا انا بعتقد انه الموضوع اكبر من كده بكتير. وانا كنت هطرح وساطرح احتمال يعني انه احنا محتاجين لمحاكمه حسني مبارك خارج الجهاز القضائي اللي هو كان بيشرف عليه واللي هو كان بيعينه في احيان كثيره جدا، واحنا عايزين محكمه مستقله، لانهم في وجهه نظري ارتكبوا جريمه الخيانه العظمى. احال الضباط الجيش والشرطه المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين للقضاء العسكري. انا بقول لحضرتك، انا بقى بقول لحضرتك مش اليوم السابع، خد مني لا اليوم. لا خد مني خبر اليوم الثامن بقى. لا يمكن لا يمكن نظام، لا يمكن ضابط يضرب او عسكري الا وهو واخد الضوء الاخضر من رئيسه. الرئيس حسني مبارك علشان يريح الضباط ويخليهم يعذبوا براحتهم، احنا عندنا 600 قتيل، فقعد حسني مبارك بالتعذيب. خد يعني خد الاخبار، انا بقول لك اهو حضرتك، محدش هيتحقق معاه، محدش هيتحاكم الا اذا ارادوا ان يقدموا كبشه فداء لا علاقه له بالموضوع. ليه ما هي سمير اهي كشف يا فندم؟ انا بقول لحضرتك مش هيحصل يا فندم. الضباط اللي بين ايديهم اخلوا سبيلهم. ال 486 قتيل اثناء فتره مبارك اتحفظت قضاياهم في مكتب النائب العام اللي هو دلوقتي بيحبس المتظاهرين. هو الحبس الاحتياطي جعل في مثل هذه القضايا؟ الحبس الاحتياطي ده له اسباب. حسني مبارك اراد انه يعمل شويه. حضرتك خلاص متظاهرين ما عادش بحد بيروح عند النائب العام، كله على قاضي التحقيق، لان اتحولت تم انتداب ناس قضاة تحقيق. انتداب من مين؟ انا بس عايز اعرف انتداب. الحكايه خرجت عشان يضمنوا العداله يا دكتوره. سميره كسبت يا دكتوره. مش في عداله؟ والله العظيم في عداله. من الحق على ايه؟ سميره كسبت وحياه ربنا اهو. سميره قرار الكشف على عذريه البنات جريمه. ايوه. وكسبت مين اللي اصدر الحكم ده؟
المحكمة القاضي. لا القضاء الإداري. حضرتك بتتكلم على قضاء من نوع آخر. حضرتك بتتكلم على قضاء من نوع آخر طول عمرنا بنخبي راسنا في حضنه. القضاء الإداري ده هو اللي بيلغي كل قضايا التوريث، كل تعيين المعيدين بالخطأ، كل القرارات رؤساء الجمهورية المخالفة للدستور. القضاء الإداري ده اللي هو أوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. صحيح. والمحكمة الدستورية اللي رجعتهم تاني قدام لأن المحكمة الدستورية بالتعيين. يا حضرتك عايز تقول لي إن اللي اتحالوا على القضاء العسكري دول مش هيتحاكموا؟ لا يمكن. يعني زي دكتور. عايز أسألك سؤال. يا دكتورة كيف تغزل؟ كيف تغزل؟ أقول لك أنا أهو. كيف تغزل؟ أقول لحضرتك يا القطة بتاكل ولادها؟ يعني أنا دلوقتي ظابط رحت وضربت واحد واتنططت عليه عملت كده من غير تصريح؟ مش ممكن. دي بالعقل عايزه تحكمي بقى حكم الذي اصدر له الاوامر. لا يمكن يقدم. شفت بقى اهو المشكله بقى ده اللي احنا وصلنا ده اللي كانوا بتوع طرع عايزين يوصلوه. ما اشوف حكمي الذي اصدر له الاوامر ونسينا بقى اللي اصدر الاوامر الاصلي. لا ما هو نسينا بقى ما انت كده دلوقتي. لا انا بس قبل ما ادخل في موضوع طرع احنا لو في المحكمه هنخسر. لا انا هفسر لك موضوع طرع اصل ده طلب يدينهم مش ليهم. يدينهم يعني هو المطلوب اعداد قفص ثاني للمجلس العسكري. ده معناه مش معناه ان براءة ده على اساس عدم معرفه ده معناه اعاده قفص يعني اعداد قفص بجوار القفص الاصلي لمن قتل بعد ذلك. دي معناها معناها القانوني. اصل حضرتك لما تطلبي طلب لازم تعرفي ابعاده. انما هل احنا برضو في طرف في محاكمه؟ ما احنا من اليوم الاولاني انا معايا 286 مدعي بالحق المدني ومرفضت احضر بعد كده. مكتبي بيروح لكن رفضت لان وجدت ان الموضوع مجرد يعني احنا في فسحه وفسحه معروفه النهايه ومتسقه مع ما قبلها من خطوات. المجلس العسكري ماشي منظم جدا 10 على 10 ومن اليوم الاول هو واضح ان انا حدودي معاكم يا ثوره ان استخدمت هذه الثوره للاطاحه بحسني مبارك عشان انا اجي مكانه او ياتي واحد من الجيش يعطي الشرعيه للجيش او يتم اعداد دستور بمعرفتنا يعطي الحصانه للجيش والحمايه للجيش اللي هي المواد اللي كانت موجوده في دستور 71. اللي فاهم غير كده يقول لنا يعني يقول لنا اي دليل. الدستور لما اتعمل المواد التسعه اللي نزلوا طبعا استخدم فيها سلاح الدين ونعم ولا ودخلنا في معارك في المساجد وفي النهايه الماده 28 مقصوده مش حاجه تانية هي الوحيده اللي هتطبق اللي هي بتقول ان اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه لو قالت ان ايمن نور حاصل على 3 أصوات ما يقدرش يطعم. يا عم ازاي 3 وانا عدد بيت 4 يقول لك ما انتخبتش. قرارات اللجنه غير قابله للطعن اطلاق. الماده 28 حضرتك فهمنا تاني بقى. ايوه يا فندم. انا يستحسن ان انا اقرا للجمهور نص الماده لاني الحقيقه انا بعتبرها دي هي الكارثه الاولى. الماده دي وضعها حسني مبارك في عام 2005 واعطاها اتكلمتنا عليها بس عشان نعيد للمشاهدين بس عشان يبقوا عارفين مين اللي هينجح في الانتخابات القادمه. ايوه ما يغرهمش ان صندوق الانتخابات دلوقتي كان حر طليق. ما هو القانون لما اعد عشان يحصل على هذه النتيجه ويحصل على مين اللي يدخل بامكانياته يدخل والقانون ده ما حدش اختاره. لما نيجي بقى نقرا القانون من البدايه انا جلست مع بعض الاخوه الباحثين وقلت لهم هذا القانون يسفر عن 60 الى 70% التيار الفلاني الاخوان المسلمين. لا والتيار السلفي دي عندهم قدرات جماهيريه وهذا القانون لا يخاطب اي حد. كل الاخوان المسلمين نفسهم طالبوا الانتخابات بالقائمه قالوا لهم لا احنا أدرى. بعد ذلك هم فاكرين الاخوان والسلفيين سهل المراس. لا الاخوان والسلفيين دول عقيده والعقيده بتبقى صعبه شويه ما بتهونش ولذلك البدايه كانت رفض الاخوان ده اول خروج على الحوار رفض الاخوان الاشتراك في المجلس الشامل. ليه؟ لأنه مجلس جاء لكي يقيد برلمان يلغي برلمان وأعتقدش أن الإخوان بالسذاجة اللي هيشوهوا صورتهم قدام الناس اللي انتخبوهم ولذلك اتعملت المادة 28. المادة 28 بتقول تتولى لجنة قضائية تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية. لجنة قضائية زي اللجنة اللي كانت بتشرف على انتخابات مجلس الشعب وتشكل من ومن ومن وتكون قرارات هذه اللجنة نافذة وقائمة بذاتها ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها لا بوقف التنفيذ ولا بالإلغاء ولا أمام أي جهة كما تفصل اللجنة نفسها في اختصاصها. هي اللي تقول أنا مختصة لا ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى لا. المادة دي معمولة علشان لما يدخل قدامي يعني ما احنا ما نتصورش 20 مرشح ممكن اللجنة تقول والله تنقل الصناديق في العربيات الآتية تطعن ازاي على القرار ده وفي العربيات يتم اي حاجه. يعني اللجنه دي سيده قرارها. لا دي سيده مصر مختار. يعني تصديقا لكلام الاستاذ مختار وهو دائما صادق لكن انا عندي تجربه المعفره بتراب الواقع. 28 دي عملت فيها ايه يا استاذ مختار؟ نشرح للشعب. اما رحت اقدم
في انتخابات رئاسة الجمهورية. رحت قبل ما كل الناس تروح، رحت الساعة 7 الصبح ودخلت مع رئيس اللجنة وقدمت أول واحد، فأخذت رقم واحد ورمز الهلال. ومعايا وصل لغاية دلوقتي موجود بختم النسر بإمضاء وزير العدل السابق اللي هو كان رئيس اللجنة اللي هو مرعي. تاني يوم لقيت مكتوب بعد ما أعلنت في كل حتة ورحت خطبت في الأزهر وأعلنت إن أنا رمز الهلال ورقم واحد وأعلنت في كل الفضائيات، تاني يوم لقيت مكتوب إن حسني مبارك أول من حضر وحصل على رقم واحد ورمز الهلال. وبيتهم. فكلمت المستشار مرعي قلت له يا فندم الجرايد كاتبة كذا. قال لي ده كلام جرايد، انت مالك ومال كلام الجرايد، خليك انت في الواقع، انت مش معاك وصل وختم النسر وانا ماضي. قال لي خلاص ما تقلقش. تاني يوم حضرتك تالت يوم طلع قرار اللجنه، لقيت قرار اللجنه ايه ان حسني مبارك اول من تقدم. فكلمته قلت له يا سياده المستشار سيادتك قلت لي، قال لي ايوه مش في طعن قدام اللجنه، ما ربنا خلق الطعن ليه، قدم طعن وانا هشهد معاك. قدمت طعن، طلع نتيجة الطعن ان اللجنة طبعا رفضت الطعن. فكلمت قلت له مش حضرتك قلت ان انت هتشهد وان في وصل وانت ماضي عليه وفي ختم النسر؟ قال لي ما انا نسيت اقول لك ان اللجنة دي 25، فانا واحد انا وقفت معاك بس ال 24 ما وقفوش معاك. ده مشهد، مشهد اخير بقى حضرتك. هي دي اللجنة، هي دي اللجنة 28 اللي بتخليها هي الخصم والحكم. اخر بقى مشهد حضرتك، نفس الرجل يوم الفرز رحت قلت له سيادتك انا جاي اقدم طعن قدام اللجنه ما عنديش وسيله طعن اخرى. قام واخدني بالحضن وقال لي ارجوك ما تطعنش، احنا مش عارفين نبلغه. قلت له تبلغ مين؟ مش عارفين نبلغ الرئيس. قلت له ليه؟ قال لي بعد كل اللي عملناه، خلي بالك بعد كل اللي عملناه دي انت جايب 24%، والهانه مما عرفت صارت ثوره فظيعه. وكلمت الدكتور زكريا عزمي عشان يبلغ الرئيس في النتيجه، قال لا ما تدخلنيش. كلمت فتحي السوق قال ماليش علاقه. كلمت وزير الداخليه قال لي، شوف وزير الداخليه قال لي مش انتوا اللي عملتوها، اتحملوا وقولوا له. فمحدش عارف يبلغه. فقلت له سيادتك حضرتك عايز تبلغه ليه؟ ما تطلع حضرتك تقول النتيجه. قال لا لا ما ينفعش لازم نبلغه. تلت ساعه يا استاذ مختار طلع هذا الرجل قال النتيجه ان انا جبت 9%، ال 24 خفضت الى 9%. طب كويس ان قالوا 9% يا راجل. عايز اقول لحضرتك بس حاجه صغيره، ليه؟ لانه هو مرضاش، ما عجبوش، ما عجبوش ان ابنه يبتدي المعركه الجايه والمنافس بتاعه معدي ال 24% اللي هي اصلا مزوره برضه. اقسم لك بالله لو كانت انتخابات نصف نزيه لكان مبارك سقط بجداره. لكن الحقيقه ما كانش في انتخابات وكانوا بيعدلوا النتائج. ازاي كل ما هم موجودين؟ دكتوره هنا اخر حاجه هقولها وممكن اسكت بعد كده طول الحلقه. لا 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 استاذ مختار، رحت معايا نتيجه اسكندريه وكان نتيجتي في اسكندريه 64 وكسر في المية. واللي جاب لي النتيجه واحد هقول لك مين، بعتها لي على الفاكس على ثروت شلبي في الاهالي. حتى خاف يبعتها على الغد فعارف ان الاهالي قدامنا فبعت لي الفاكس عليه. فروحت اللجنه وفي جيبي النتيجه ان انا جايب 64 وكسر. فدخلت على السيد رئيس اللجنه مع كل الاحترام والتقدير يعني، فقلت له اخبرنا ايه في اسكندريه؟ ما قلتلوش بقى انا معايا النتيجه. قال لا لا ده انت ماشي ما شاء الله، ده انت في اسكندريه مكسر الدنيا. فقلت له كام؟ قال لي انت جايب بتاع حوالي 34%. فقلت له لا حضرتك تقصد 64%. قال لي لا لا، قلت له النتيجه معايا. قمت مطلع النتيجه وريتها له. قال لي مين اللي جايب لك النتيجه دي؟ ازاي سربوها؟ ازاي طلعوها؟ قلت له انا مش بتكلم في ازاي، انا بتكلم في النتيجه دي، من فضلك ضيف هذا الرقم. قال لي عليا الطلاق بالثلاثه، ما هتاخد اكتر من 50% دي العاصمه الثانيه. ده احنا كنا منفصل في اوطه، ما كناش ما كانش انتخابات. وفي الاخر الرقم اللي هيقوله لا اقدر اطعن عليه ولا اقدر اقول له جبته منين ولا جبته ازاي. فدي ماده قاتله، دي ما فيش انتخابات، ده في قرارات اداريه الراجل كان بيعدلها والمجلس يقدر يعدلها. ادي استاذ مختار نوح كذا او ما تديلوش كذا او ما تديلوش خالص، واشتكي شكل مين؟ شكل ربنا. هي دي المادة 28، هي دي المادة 28. لذلك أنا شايفة أن حضرتك ما زلت مستمر في عمليات التفتيش، والنهاردة ألقت الأجهزة الأمنية بالسجن يعني القبض على المواطنة سحر صلاح الدين زوجة أنس الفقي. هل ده كلام صحيح؟ تمام صح، هو تم ليه خير عملت إيه؟ تفتيشها بمعرفة أحد الحارسات وعثر معها على شريحة التليفون، وتم ضبط هذه الشريحة
وتحرر محضر للعرض على النيابة. وطبعا معلوم ان هو سبق ضبط ان اللي هو انس احمد الفي في معاه تليفون قبل كده في حملة اجريت في 21/12. يعني شرائح تليفون، يعني معناه انه معاه تليفون. لا ما هو كان معاه وتم ضبط هذا التليفون. طب امال الشريحه هي بتديها له ليه؟ ده هي الشريحه بقى لسه بقى ما هو دي كانت في يعني دخلوا الشريحه ولسه هيدخلوا التليفون. شروع في دخولها للسجن، وده يدل يعني عشان الكل يعلم يدل ان اي حد بيدخل ممنوعات ايا كان الوضع من رموز النظام السابق بيتم ضبطه ويتم العرض على النيابه. وكان يمكن من قيمه يومين في فريق من النيابه انتقل وفتش السجن وتبين انضباط العمل وحسن سيره وادائه. عايزين نكون واقعيين، النظام القديم في عهد حسني مبارك في الحبس الانتقائي، مش الاحتياطي، حبس الانتقائي، الحبس على سبيل العقوبه ما زال موجود. سوء معامله المسجونين السياسيين، انا شفت عبد المنعم فتوح متكتف هو عنده القلب، شفت ايمن نور متكتف، شفت الزعفراني متكتف بالكلبشات، شفت كل دول، النظام ما زال قائما. لو ارادوا ان يكلبشوا ماله اللواء نجيب؟ ماله اللواء نجيب؟ ده راجل بيمارس عمله بالشرف على 70 سجن، زادوا الى 110 في عهد مبارك مثلا. دي الحاجه الوحيده اللي زادت في عهده، سجون، سجن العقرب، سجن الوادي الجديد، النطرون، افتح سجون زي ما انت عايز، زاد السجون بتعاني الكساد. لكن لما بيدخل واحد سياسي هو ده الموضوع بقى، هو ده الموضوع. هل السياسي ما زال بيخضع للوائح والقوانين ولا بيخضع تعليمات من الدوله؟ لو بيخضع للوائح والقوانين ما كانش حبس اصلا. ليه؟ لان مظاهره وتجمهر ما هياش عقوبه يتم فيها الحبس، لان المتظاهر ده جاي لك بنفسه، بيجري على عربية الشرطة، ده لا يخشى من هربه، ده يخشى من شدة اقتحامه للمسألة. ست اللي هو خايف ان هم يروحوا السجن يفتحوا، ده لا طبعا ده كلام خيال. فأنا عايز أقول العدالة ما تبقاش بالشعارات، ده كلام حلو اللي قاله يا حبذا لو يطبق بالمساواة، إنما احنا قضيتنا المسجون السياسي الذي ربما سعادة اللواء هو يعني متأكد ولديه معلومات إن هما معهمش تليفون، وإذا أنتم متأكدين إن هما بيكلموا جداً الناس، احنا ممكن يكون بيكلم الناس من تليفون سجين تاني. هذا الكلام كان يقال قبل الثورة، وكنا نشاهد وصلة الدش ب 50 جنيه لأصحاب رؤوس الأموال، وكنا نشاهد تليفونات المحمولة لأصحاب رؤوس الأموال والكمبيوتر وكل حاجة، احنا بنشوفها بعينينا. وضعها حضرتك بتدخل فاصل، والكلام ده برضه كان بيتقال في التلفزيونات ولا يمكن، وحمل التفتيش وحضرتك العدالة الأمنية اللي موجودة دي والحبس والكلام ده برضه دي ما زالت نظرية التقارير الوهمية.